مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. اعلنت الولايات المتحده ودول غربيه عقوبات متعدده على خلفيه الازمه الاوكرانيه اثر اعلان موسكو الاعتراف باقليمين انفصاليين اوكرانيين جمهوريتين مستقلتين. العقوبات شملت مؤسسات ماليه روسيه واشخاصا وهيئات، فيما يبدو انه موجه اولى من العقوبات بما يمنع الحكومه الروسيه من الوصول الى التمويل الغربي. ميدانيا عززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة من خلال المئات من جنود المشاة والطائرات المتطورة على امتداد الحدود الشرقية لحلف الناتو. في المقابل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهيار اتفاقات مينسك وقال إن الحل الأفضل يكمن في تخلي أوكرانيا عن طموحها بالانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أو التزامها أيضا بالحياد. فإلى أين تمضي مواقف الأطراف في الأزمة الأوكرانية وما مدى قدرة النظام الدولي على احتواء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رمضان أوراغ، المحلل السياسي الخبير في الشؤون الروسية من كييف. أهلا بكم أستاذ رمضان. أهلا بكم. أهلا، أسعد الله صباحك. ينضم إلينا أيضا الأستاذ مصطفى الطوصة، الكاتب والمحلل السياسي من باريس. أستاذ مصطفى الطوصة أهلا بكم. صباح الخير محمد. صباح الخير. لو نبدأ معكم مصطفى الطوصة في باريس، هل كان الرد الأوروبي في مستوى انتظارات لنقل الطرف الأساسي في هذه الأزمة أوكرانيا؟ نعم، يعني تابعت أمس المؤتمر الصحفي الذي عقد في باريس في جوزيف بوريل المسؤول الأوروبي للسياسة الخارجية وجان إيف لودريان، وقد أعلنوا عن حزمة أو ترسانة من العقوبات الاقتصادية كردة فعل على اعتراف فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونباس. هناك قناعة لدى الأوروبيين بأن هذه العقوبات، هذه الحزمة من العقوبات، هي من شأنها أن تكون موجعة بالنسبة للاقتصاد الروسي، وأن هذا الرد لحد الساعة يفتح الباب أمام إمكانية التفاهم. فجوزيف بوريل قالها صراحة، قال: نحن الآن فرضنا هذه العقوبات لكن مستعدون للذهاب أبعد إذا يعني قامت روسيا بخطوات عسكرية جديدة، والكل هنا يفكر في إمكانية اجتياح روسي لأوكرانيا. هذه العقوبات هناك اعتقاد، لا أدري ما هي أهميتها على المستوى الاقتصادي الروسي، لكن هناك اعتقاد لدى الأوروبيين بأنها قد توجه ضربة موجعة للاقتصاد الروسي، وقد ربما تدفعه إلى التفكير جلياً قبل المضي قدما في خطوات مستقبلية. ولكن في المقابل أيضا هناك من يقول في باريس بأن نظام العقوبات لن يؤثر على الموقف الروسي. كانت هناك عقوبات فرضت على كوبا، عقوبات فرضت على إيران، عقوبات فرضت أيضا على روسيا بعد اجتياحها لجزيرة القرم، وذلك لم يغير لا في السياسة ولا في موازين القوى ولا في المقاربات. لذلك الكل يتساءل هل العقوبات حاليا كافية لردع فلاديمير بوتين ولجعله وإرغامه تغيير مقاربته العسكرية في المنطقة؟ هذا سؤال يطرح بحد هذا الصباح. شكرا لك زميل مصطفى الطوصة. دكتور رمضان أوراغ من كييف، حصلت تطورات جوهرية في نسق المواقف بين روسيا وأوكرانيا، الاعتراف الروسي باستقلال الإقليمين الانفصاليين في أوكرانيا والتحلل من اتفاقات مينسك، وبالفعل بدأت عقوبات غربية أمريكية أوروبية. لكن السؤال يبقى مطروحا، ماذا يتبقى لكييف من خيارات في هذا الوضع؟ طبعا الحقيقة أن كييف سقطت رهينة تطلعاتها الجيوستراتيجية، وهي تريد أن تلتحق بموكب الاتحاد الأوروبي وتربط أمنها بمنظومة الحلف الأطلسي. فهذا التطلع وهذه الغاية، أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا، والذي يتجلى فيما نراه أن روسيا بدأت تقضم أجزاء من أراضيها وتدعم انفصاليين وتقوم بتقويضها من كل النواحي. يعني الآن هناك محاولة من أجل الوصول بقوات مسلحة إلى الأراضي الأوكرانية، حسب ما يزعم أنها اتفاقية ثنائية
بين روسيا الاتحادية والكيانين المعترف بهما، هما كيانين يعني انفصاليين في الحقيقة، هو جزء لا يتجزأ من السيادة الأوكرانية. إذا أتينا إلى في التفكير العميق، ما حصل أن روسيا بدأت تقضم جزئيا السيادة الأوكرانية عقابا لها على تطلعاتها بخصوص خيارها للانضمام إلى المنظومة الأوروأطلسية، لأن هذا التوجه أصبح جزءا يتجزأ من الدستور الأوكراني الذي صوت عليه في 2019، يعني قبل قرابة 3 سنوات. ففي هذه المسألة بوتين يريد أن يعيد مجد روسيا القيصرية وبناء إمبراطورية جديدة، طبعا بشكل يتنافى طبعا والأعراف الدولية. هو نفى هذا الأمر بلغة الكلام. لم أفهم السؤال. هو نفى أن يكون التطورات الأخيرة تترجم رغبة روسيا في استعادة لنقل مجد ونفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا، لكن ماذا تقول الأفعال على الأرض؟ هو أن نتكلم ما يحصل على الأرض وليس ما يقوله الرئيس فلاديمير بوتين. رئيس فلاديمير بوتين هو رجل مخابرات، رجل مرتبط بالأجهزة الأمنية، وهو كان شابا عندما سقط جدار برلين وانهار الاتحاد السوفيتي. في هذه الحالة نتفهم ضابط المخابرات السوفيتي الذي يريد أن يعيد المجد وينتقم من الغرب الذي كان سببا في انهيار دولته، وهو الذي قال بأن انهيار الاتحاد السوفيتي هي كارثة جيوسياسية ويجب يعني عدم ارتكاب الأخطاء التي ارتكبت في عهد غورباتشوف وكذلك يلتسين. المسألة أعمق من الأزمة الأوكرانية، المسألة مرتبطة بإعادة إنشاء منظومة جديدة عالمية بمنظومة أمنية جديدة وفقا لخارطة الطريق التي يرسمها بوتين، وربما في تعاون وبتنسيق مع الصين، ولكن إلى حد الآن لم نلمس الأثر الصيني. فالأمور ستأتي قريبا، يعني ما هو الدور الذي سيلعبه الصين في هذه المسألة؟ سنتابع سنتابع تطورات المواقف. أريد فقط بما أنك قلت بأن أوكرانيا لعلها تجد نفسها رهينة، أريد فقط أن نشرك معنا الأستاذ مصطفى الطوصة لنتحدث أيضا عن الاتحاد الأوروبي. أليس هناك في خلفية الصورة إحساس نوعا ما بأن أوروبا برمتها هناك إحساس بالارتهان، كونها رهينة أيضا لوضع لربما لم تستعد له بشكل جيد أو لربما تسببت فيه؟ نعم، يعني يجب الإشارة هنا إلى أن بيت القصيد في هذه الأزمة، لب المشكلة، كنه المأساة التي نعيشها حاليا، ليس أن فلاديمير بوتين يريد إعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، وهو متهم في الصحافة الغربية أنه يريد أن يلعب دور القيصر الجديد. بيت القصيد أن هناك وعد تقدمت به الإدارة الأمريكية عام 2008 لأوكرانيا بضمها إلى الحلف الأطلسي. هذا الوعد يتم حاليا في يعني الأشهر القليلة الماضية يتم تفعيله. الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعني الخلاف داخل القيادة الأطلسية، وهو أن هناك دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ترفض أن يكون هناك ضم لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنها تعي تماما بأن ذلك يشكل خط أحمر بمثابة إعلان حرب بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين. وخلال الحوارات السياسية الاستراتيجية التي أجراها فلاديمير بوتين مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزي، كان دائما التأكيد بأن ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي هو خط أحمر. وزيلينسكي الرئيس الأوكراني كان زار مرارا باريس، وكان حاول أن ينتزع من الرئيس إيمانويل ماكرون تعهدا بأنه سيعمل على ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض. المشكل هنا أن الحلف الأطلسي وقيادة الحلف الأطلسي من وجهة الأوروبيين غير قادرة على التعهد كتابيا بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. عندما كنا نتحدث عن الضمانات الأمنية التي طلبها فلاديمير بوتين من العائلة الغربية الأمريكيين والأوروبيين، ضمانات أمنية مكونة من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تعهد مكتوب بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي،
النقطة الثانية تعهد بعدم نشر قوات هجومية وأسلحة هجومية على التراب الأوكراني وعلى تراب منطقة البلطيق، ما يعتبر أو ما تعتبره موسكو تهديدا أمنيا مباشرا لها. لحد الساعة العائلة الأطلسية غير قادرة على تقديم هذه الضمانات، ومن ثم نتفهم أو نشرح كيف أن فلاديمير بوتين قام بهذه الخطوات العسكرية لفرض معادلة وواقع استراتيجي جديد على المنطقة. شكرا لك أستاذ مصطفى طوسى. دكتور رمضان أوراغ، ما دام الأمر بهذا الشكل، هل كانت هناك نوع من قصور النظر بالنسبة للغربيين عموما فيما يتصل بالضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا، ما دام أن ربما عدم الاستجابة إليها يولد ردود فعل ميدانية ربما تجعل أو تسمح لروسيا بامتلاك أو تملك هذه الضمانات على الميدان، وبعد ذلك لربما تأتي المفاوضات؟ طبعا روسيا قدمت مهلة للغرب بخصوص الضمانات التي رسمتها والخطوط الحمراء، ولكن الغرب أجاب بطريقة اعتباطية وركز على أمور هامشية وأهمل الأمور الرئيسية. طبعا هذه رواية الكريملين التي قرأناها في الإعلام الرسمي. من جهة أخرى نحن نتفهم بأن الاتحاد الأوروبي وهناك أعضاء مهمون مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا هي دول محورية من ناحية التعامل الاقتصادي والاستفادة من ضخ الغاز الروسي إليها، لأن هناك ارتباط عضوي وهناك تكامل واندماج اقتصادي مهم يخدم المصلحتين الروسية والأوروبية. للأسف الشديد هناك دول أخرى وهي حديثة العهد مثل بولندا والدول البلطيقية التي تعتبر كذلك دولا ضمن الاتحاد الأوروبي ولها صوت، وكذلك تعتبر دولا وأعضاء في حلف الناتو، وهي تعتبر يعني حليفات وجزء يتجزأ من القرار الأمريكي البريطاني، يعني عبارة عن حصان طروادة في جسم الاتحاد الأوروبي. وللأسف الشديد أصبحت تقرر وتسطر وتبلور السياسة الأوروبية. ففي هذه الحالة فإن الخلافات الجوهرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، ونقصد هنا أن ليس هناك سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي، لو نأتي في الحقيقة فإن مخرجات الحرب العالمية الثانية هي نفسها لم تتغير. قام الاتحاد السوفيتي طبعا بتحرير جزء من أوروبا من الفاشية، ومن جهة أخرى الحلفاء نقصد هنا الولايات المتحدة مع بريطانيا العظمى، وحتى أن فرنسا هنا في روسيا القراءة السليمة لدور فرنسا في تحرير أوروبا يظل ضبابيا إلى حد الآن. السياسة الفرنسية تبقى ضبابية، ولهذا نجد أن الرئيس بوتين لم يتعامل بالشكل الجدي مع ماكرون، لأن ماكرون أتى في الحقيقة للتسويق لحملته الانتخابية التي هو الآن في خضم هذه الحملة. وكذلك شولتز وهو المستشار الألماني، نحن نتفهم بأن ليس لدى ألمانيا سياسة خارجية، فهي مرهونة للإملاءات الأمريكية. يعني عندما أتت الولايات المتحدة، لكن ذلك لا ينفي أن موقفها الدبلوماسي كان متميز جدا عن الموقف الأمريكي في هذه الأزمة، وحتى فيما يتعلق بتسليح أوكرانيا. لا أنا أتفهم الآن فقط أكمل فكرة. فالسياسة الخارجية لبرلين مرهونة لواشنطن، ولكن هناك ما يعرف بالشق الاقتصادي، رؤوس الأموال الشركات، وكذلك ما يعرف ب الجزء البراغماتي الاقتصادي الذي يؤثر كذلك على القرار الأمريكي القرار الألماني وخاصة على مستوى البرلمان. ولذلك أتى الرد بعدم تسليح الدولة الأوكرانية، وهذا الموقف يتناقض طبعا والإملاء الأمريكي، يعني هناك تناقض في طبعا داخل البيت الأوروبي. ولكن سمعنا من شولتز والذي أكد على أنه سيقدم تعليمات لوزير أظن المالية والاقتصاد أو لحكومته بتجميد وتعليق المصادقة على مشروع السيل الشمالي 2. إذن فهو مضى في ما يعرف بالرزنامة الأمريكية. من جهة أخرى فإن روسيا لا تكترث كثيرا بهذه العقوبات، لأن العقوبات فرضت عليها
في الحقيقة بداية من 2014 عندما تم ضم شبه جزيرة القرم بطريقة غير قانونية، وكذلك عندما بدأ تدعم الانفصاليين بالسلاح وكذلك بالعداد ولو بشكل يعني غير رسمي، فهذه العقوبات سائرة المفعول، ولكن الآن بدأت تتحرك بوتيرة أكثر. طيب، رغم ذلك أكد الوزير الأول الروسي ميشوستين أن كل الأمور أخذت بعين الاعتبار وروسيا لن تكترث بهذه العقوبات. أنطلق من هذا هذه الحالة أنطلق من هذه الفكرة فقط. هذه الحالة نحن عذرا أستاذ نفهم بأن لدى روسيا خطة لتجنب هذه العقوبات بإيجاد فضاء بديل للتعامل بخصوص الأموال، بخصوص الأسواق، بخصوص الأمور المرتبطة بمنطقة الدولار، أنها ستنتقل إلى منطقة مثل اليوان الصيني أو أنها تجد فضاء بديل. وفي هذه الحالة سنفهم بأننا نحن الآن على عتبة ولادة نظام عالمي جديد اقتصادي لن يعتمد كثيرا على الرزنامة طيب. الأمريكية. شكرا. وفي هذه الحالة دعني فقط أبقى في هذا النقطة حتى سنأتي إلى مسألة النظام الدولي وتحدياته وأيضا ما سيتشكل أيضا بعد هذه الأزمة. في مسألة العقوبات أستاذ مصطفى طوصة، هل الرد الأوروبي وحتى معه الرد الأمريكي من خلال هذه العقوبات قادر بالفعل على ثني روسيا على ما تم اتخاذه من قرارات فيما يتصل بالاعتراف بالإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، أم أنها فقط خطوات لرفع العتب ومحدودة الفعالية في كل الأحوال؟ لا، الهدف المعلن سواء من إدارة الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات يعني من شأنها أن يعني تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الروسي. لا ننسى بأنه لأول مرة تم الإعلان رسميا من طرف الإدارة الألمانية أنها تعلق بالعمل بخط أنبوب الغاز نورد ستريم 2. دعنا فقط نذكر بأنه في عز الأزمات التي مضت في العلاقات الروسية الأوروبية وفي وقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت دائما تجعل من هذا النقطة خطا أحمر ولا تريد تسييس هذا الأنبوب. في عهد أولاف شولز وفي عهد جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي هناك قرار اتخذ أمس بعدم منح الرخصة للعمل بهذا الأنبوب الذي قد يحرم أولا روسيا من يعني أموال كبيرة وقد يحرم أيضا دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي. إذن الكل يراهن على أن هذه العقوبات ربما قد تدفع الإدارة الروسية بالتريث في سياستها، بإعادة النظر في مقاربتها العسكرية، وربما بفتح الحوار الدبلوماسي والسياسي. ولاحظ معي أخي محمد أنه هناك فرق نوعي بين العقوبات الأمريكية والعقوبات الأوروبية. العقوبات الأوروبية تفادت أو تجنبت أن تستهدف فلاديمير بوتين شخصيا والأوليغارشية المحيطة به، بينما هناك حكي بريطاني أمريكي أنه يجب أيضا أن نستهدف فلاديمير بوتين. لماذا تجنبت أوروبا ذلك؟ لأن أوروبا تعي تماما بأن الحوار السياسي والحوار الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن ينزع فتيل الأزمة مع موسكو. وبالرغم من أن اللقاء الذي كان مرتقبا بين جان إيف لو دريان وسيرغي لافروف، بين أنتوني بلينكين وسيرغي لافروف في الأيام في الجمعة والأيام القليلة المقبلة قد تم إلغاؤهما، لكن الكل يراهن على أنه بالرغم من هذه الأزمة الحوار السياسي، التفاهمات الدبلوماسية، المفاوضات الدبلوماسية بين الغرب وموسكو هي الوحيدة الكفيلة بخفض حدة التوتر وبإعادة الأمور إلى نصابها وعدم الدخول في انزلاقات أمنية وفي مواجهات عسكرية. هذه قناعة واضحة بالرغم من العقوبات. من جهة أخرى هناك أيضا الموقف الأوروبي يقول بأنه إذا قام فلاديمير بوتين بخطوات إضافية، يعني إذا اجتاح أوكرانيا، إذا هجم على العاصمة كييف، فهناك أيضا رزمانة وحزمة من العقوبات سيتم تفعيلها. لكن لاحظ معي محمد بأن لا أحد يتحدث عن المواجهة العسكرية بين الحلف الأطلسي وروسيا في هذا الإطار، لأن أولا أوكرانيا ليست عضو في الحلف الأطلسي، لذلك لن يتم تفعيل البند الخامس يعني الدفاع المشترك
حول أعضاء الحزب الأطلسي، ولحد الساعة تكتفي هذه العائلة الأطلسية بفرض عقوبات اقتصادية موجعة وليس بمواجهة عسكرية مع فلاديمير بوتين. طيب. وهذه الواقعة فلاديمير بوتين يعيها تماما بأن الأوروبيين والأمريكيين لا يريدون الدخول في مواجهة عسكرية ساخنة معه على أرض أوكرانيا. طيب إذا كان الأمر كذلك أستاذ رمضان أوراغ، السفير الروسي في واشنطن قال بأن بلاده استعدت لمثل هذا السيناريو منذ مدة، بأنها لن تتضرر، بأن حزمة العقوبات هذه ستتأثر بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وبأن الأسواق المالية ستتضرر، وبأن الطاقة أيضا أسعارها ستتأثر. إلى أي مدى هذه العقوبات ستكون فعالة فقط في استهداف روسيا، وفعالة أيضا في أن لا يمتد أثرها إلى دول العالم والأسواق العالمية؟ طبعا هذه العقوبات حسب الرواية الأمريكية هي ستطال أيضا اقتصاد الدول الأوروبية، لأنها مرتبطة ارتباطا مباشرا مع الاقتصاد الروسي، لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة، وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، وهذه ستكون تبعاتها وخيمة على شعبية الديمقراطي بايدن قبيل الانتخابات في الكونغرس. هذا من جهة أخرى، إن تجميد السيل الشمالي الثاني هذا سيؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولأوروبا بوجه التحديد، التي تعتمد على حوالي 51% من الإمدادات من روسيا الاتحادية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة للمواد والمنتوجات الأوروبية. في هذه الحالة فإن الصين ستخرج بمساحة أوسع من التنافس، وكما ذكرت ستكون هناك طرق بديلة ووسائل بديلة لتجنب هذه العقوبات. المسألة أن هذه العقوبات كذلك ستطال كما ذكرتم المصالح الدول الغربية المهتمة في الاستثمار في روسيا، في أسواق روسيا وفي التعامل مع روسيا. أما العقوبات الخاصة التي تطال ما يعرف بجوار الرئيس بوتين والأوليغارخية المرتبطة، هذا لن تعطي نفعا، لأن المسألة فقط لها نوعا من الشعبوية ونوعا من فقط التسييس. الحقيقة روسيا الاتحادية حاليا هي امتداد للاتحاد السوفيتي طبعا بشيء يعني مقلص نوعا ما، وهذه إمبراطورية وليست دولة عادية، لها مقومات ولها حلفاء ولها ترسنة ليس فقط نووية وعسكرية، لها ترسنة من الأدمغة التي تفكر وتخطط. روسيا يعني دولة لها تأثير مهم في التركيبة الدولية والمنظومة الأمنية، وهنا الخسارة تأتي على أوروبا بوجه التحديد، لأنها هي التي ستدفع فاتورة الإملاءات الأمريكية. للأسف الشديد فإن الأزمة الأوكرانية ستؤثر على كذلك أوكرانيا في هذا الصدد، لأن ربما المشروع الالتحاق به حلف الناتو سيقوض، لأنه سيكون هناك حق النقد والذي سيستعمل من طرف الدول التي ستتضرر من السياسة الأمريكية ومن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، والتي سترجع بالسلبية على اقتصادها الوطني. كل هذه الصورة يتفاهمها الروس، وهم يراهنون طيب. على أن هذه العقوبات وعلى أن السياسة الأمريكية ستؤدي إلى إيجاد حلفاء وإلى تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع حلف الناتو، لأن الكيان السياسي الدفاعي لهذا الحلف مبني على تناقضات جوهرية بدأت تتجلى خلال الأزمة الأوكرانية، والروس يراهنون على أن النفس الطويل سيكون لدى الروس، وسيوظفون المد التاريخي العامل التاريخي الإثني المشترك مع جزء من الشعب الأوكراني، وأنا أتفهم هذه الخطوة، هي خطوة خطيرة، لأن روسيا كذلك تراهن على أن في المستقبل القريب فإن الأزمة السياسية التي ستتبعها الأزمة الاقتصادية، لأن روسيا الآن تقوم بتطويق كبير للاقتصاد الأوكراني، وفي هذه الحالة كذلك بيلاروسيا ستنضم إلى هذا العرس بين قوسين، والذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأوكراني، لأن هناك واردات من الطاقة مرتبطة بالإمدادات التي تأتي من بيلاروسيا وروسيا،
وحتى أن المعدات الحربية الأوكرانية تعمل على الوقود الذي يأتي من بيلاروسيا وروسيا فقط لكي تفهموا العمق الأزمة. لولا الوقود الذي يأتي من روسيا وبيلاروسيا فإن الدبابات الأوكرانية لن تتحرك كيلومتر واحد. هذه هي المسألة. طيب. يجب أن نفكر كذلك في طيب. هذا السياق. أستاذ مصطفى شكرا جزيلا لك أستاذ رمضان أوراق. أستاذ مصطفى طوصة، هل الحسابات الاستراتيجية للأوروبيين كانت صائبة في تقييم المواقف قبل الموقف الروسي أو التحول الروسي الجوهري في هذه الأزمة بشأن الاعتراف، بالرغم من هذه التمايزات كانت تظهر شيئا ما في خلفية الصورة، لكن هل تمت حسابات استراتيجية صائبة بالنسبة لأوروبا تحديدا؟ نعم محمد، لكن قبل الإجابة على الموقف الأوروبي دعني فقط يعني أختلف نسبيا مع ما قاله مؤخرا ضيف الكريم بخصوص الحلف الأطلسي. لا بالعكس، الحلف الأطلسي يعني استعاد وانتعش من جديد بسبب هذه الأزمة. فقط أذكر أنه في الذكرى 70 لإنشائه في لندن كان الرئيس إيمانويل ماكرون وصف الحزب بأنه ميت سريريا دماغيا ويعني إن مور كلينيك، يعني حتى أنه كان هذا الحلف كان يبحث عن عدو، وبعض يعني المفكرين الاستراتيجيين قالوا كانوا يقولون بأن العدو الآن هو داعش، هو القاعدة، هو الإسلام المتطرف، لأن ما فائدة هذا الحلف؟ مع اندلاع هذه الأزمة بهذا التصرف الروسي أعاد إلى الحلف هيبته ودوره وأجندته، حتى أن بعض الدول الأوروبية التي كانت تفكر ربما في استقلالية استراتيجية يعني في يعني المشي المضي قدما وراء فرنسا بدأت تفكر بأن أحسن ضامن أمني بالنسبة لها هي مظلة الحلف الأطلسي. دعنا نقول بأن الحلف الأطلسي استعاد قيادته دوره والضرورة الاستراتيجية لخدماته. بخصوص الموقف الأوروبي لا ننسى بأن صحيح أوروبا لا تنظر إلى روسيا بنفس الطريقة التي تنظر بها أمريكا. أوروبا تعتقد بأن روسيا هي جزء من الأمن الأوروبي. عندما نتحدث هناك يعني كلمة أو تعبير فرنسي يقول أن أوروبا دول أتلانتيك ألوغال، يعني القارة الأوروبية كلها يعني يهمها الأمن الأوروبي. لذلك الرئيس إيمانويل ماكرون عندما كان ينظر إلى فلاديمير بوتين لا ينظر إليه فقط كمنافس للحلف الأطلسي، بل ينظر إليه كجار وكبلد يجب عوض إقصائه، عوض عزله، عوض فرض عقوبات عليه، يجب محاولة يعني إقامة حوار استراتيجي معه لأخذ تنازلات ويعني إبقاء باب الحوار مفتوح على هذه الأزمة. لكن هناك خيبة أمل أصيب بها الرئيس إيمانويل ماكرون بالرغم من كل الجهود. في آخر لحظة كانت هناك قمة مرتقبة بين جو بايدن وفلاديمير بوتين، لكن شاءت الأقدار وشاءت السياسة الروسية أن تنسف هذه القمة الآن مرحليا، لكن هذا لا يعني أن باب الحوار أغلق نهائيا. الكل يقول بأن بالرغم من كل هذه التعقيدات الميدانية العسكرية وبالرغم من اعتراف روسيا باستقلال الجمهوريتين لا زالت هناك إمكانية أن يتم لقاء على أعلى مستوى للتفكير في هذا الأمن الأوروبي، في الأمن العالمي الجديد، في التفاهمات الأمنية الجديدة. وربما الرئيس فلاديمير بوتين يعول على هذه المعطيات الجديدة التي هنا نأتي إلى سؤالي، هل كان صوت أوروبا مؤثرا في تفاعلات المواقف في الأيام والأسابيع الماضية من أجل فرض مصلحة أوروبية عليا في هذه الأزمة؟ نعم، إذا كنت يعني تشير إلى الجولات المكوكية والزيارات المتعددة التي قام بها كل من أولاف شولتز المستشار الألماني وإيمانويل ماكرون إلى موسكو في محاولة لإقناع الروس بالدخول في عملية تفاوضية، أنا أقول بأن سبب الفشل هو القناعة الروسية بأن ما تطلبه روسيا لا تملكه لا فرنسا ولا ألمانيا. ما تطلبه روسيا هو بيد الولايات المتحدة، بيد جو بايدن. أنا قلت في البداية بأنها تطلب نقطتين: الاعتراف المكتوب بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي،
والتعهد بعدم نشر أسلحة هجومية في منطقة البلقان وفي الجوار الروسي. طيب. هذين الشرطين ليس بإمكان لا فرنسا ولا ألمانيا ولا دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم ضمانات باسم الأمريكيين أو باسم بالرغم من أن عندهم حقوق فيتو في منظومة الناتو من أجل دخول. نعم، ولكن لحد الساعة نحن نعي تماما بأن الكلمة الفصل، الكلمة الأخيرة، الكلمة يعني المحددة للمسارات السياسية والجيوستراتيجية في الحلف الأطلسي تملكها الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي زعيمة الحلف الأطلسي، وباقي الدول هم أعضاء. صحيح لديهم كلمة ممكن أن يعبروا عن مواقف، لكن في آخر المطاف إذا أرادت الولايات المتحدة أن تحسم هذا النزاع، والكل وفلاديمير بوتين أول من الزعماء الذين يعون تماما بأنه إذا أراد أن يجد مخرج نهائي لهذه الأزمة فسيتم ذلك عبر الحوار مع الولايات المتحدة بمساعدة الأوروبيين، لكن مع الولايات المتحدة. طيب. الرجل الذي يجب إقناعه هو جو بايدن والإدارة الأمريكية. طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى طوسى. بهذا الشكل تبدو دكتور رمضان أوراق أوروبا الغربية وأوروبا بشكل عام بين المطرقة والسندان، مع تعذر بلورة موقف لنقل أوروبي مؤثر مسموع جدا، ولربما يفتك المصلحة الأوروبية من 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 هذا من هذه الأزمة. أنتم طرحتم سؤال بخصوص دور أوروبا الغربية. طبعا ليس لدى أوروبا الغربية أي قرار بخصوص الضمانات التي يطلبها بوتين، وأنا أوافق الضيف الكريم من باريس بخصوص هذه النقطة. المسألة يجب تفعيل الحوار الأمريكي الروسي مباشرة لإنهاء هذه الأزمة. فالحقيقة أن لو يذهب بايدن إلى تنازل أو تقديم هذه الضمانات فهو انتحار سياسي بالنسبة لبايدن الذي يريد أن يبين نفسه أنه زعيم لدولة لكيان عظيم له، وسيسقط في شبكة ما يسمى المعارضة الجمهورية في الداخل الأمريكي. هذا من جهة أخرى، فإن ما يطلب بوتين أمر يعني هو استسلام. يعني هل سيستسلم بايدن أمام بوتين؟ طبعا لا. ولذلك نحن نعتبر أن ما يطلب بوتين هو يعرف أن سيلقى الجواب السلبي والرفض من طرف الأمريكيين ومن طرف البريطانيين، ولذلك الأمريكان غيروا في منحة التعامل مع المطالب الروسية ونجحوا وحاولوا التركيز على الأزمة الأوكرانية وسيناريو مثل ما يعرف اجتياح للأراضي الأوكرانية من طرف روسيا. وما قام به بوتين هو ذهب في السيناريو بايدن، يعني أكد على أن بايدن على حق بأن روسيا تريد تقويض وإنهاء يعني السيادة الأوكرانية على مراحل. إذن ففي هذه الحالة لا أظن ليس هناك مخرج إلا أن تقدم الولايات المتحدة أوامر، أقول أوامر لحلفائها ولأوكرانيا بوجه التحديد من أجل التريث وتجميد طموحها في الالتحاق بالعضوية بحلف الناتو، وكذلك سحب المنشآت العسكرية التي الآن تتواجد في أوكرانيا بخصوص بناء قواعد عسكرية حسب الرواية الروسية. أؤكد لأن طبعا هناك تفاعل وهناك عمل حديث من أجل رفع وبناء بنية تحتية عسكرية مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقوم بريطانيا العظمى بالدور المقاول الأساسي في هذا الشأن. وحتى أن تركيا وهي عضو في حلف الناتو تقدم الدعم العسكري والاستراتيجي لأوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى تحاول أن تكون وسيطة مثلا في حل الأزمة الأوكرانية هذا الشيء. ولذلك موسكو كذلك تتفهم الدور التركي المزدوج في هذه الحالة. فالأمور خطرة وعميقة، وأظن أن الحل سيكمن فقط في حوار مباشر بين بايدن وبوتين. ولكن ما حدث باعتراف الكيانين الانفصاليين لقد فرطت السبحة مثل ما يقول عندنا في المثل العربي في هذه اللحظة. والآن نحن نراقب أن أوكرانيا تحاول الآن بقصارى جهدها لإقناع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الأمريكيين لضم أوكرانيا، ليس فقط
إلى حلف الناتو، ولكن التسريع لضمها كذلك عضوا في الاتحاد الأوروبي. الأمور أصبحت الآن أوكرانيا لن تتنازل عن طموحها في الالتحاق بحلف الناتو. الأمر أصبح مصيريا، وأصبح يعني نوعا من العقيدة الوطنية. يعني شكرا لك. الأمور خرجت من الإطار، أنت تشير المساواة. أستاذ رمضان أوراق، شكرا جزيلا لك. أنت تشير إلى نوع من الاحتباس على ثلاث مواقف على الأقل، مع اعتبار بكل تأكيد كبرياء الأمم. الموقف الروسي يقول لا تنازل عن المطالب والضمانات الأمنية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لا تراجع عن دعم أوكرانيا فيما تسعى إليه. الأوروبيون أيضا يريدون أن يحموا لنقول السلام والاستقرار في المنطقة، والبقاء على الأقل إبقاء شعرة معاوية مع الروس. أستاذ مصطفى طوصة، أين يمكن أن تشتغل الواقعية السياسية في إحداث اختراق في هذا الجمود كله؟ نعم، التعبير الجميل الذي استعمله الضيف عندما قال بأن السبحة قد فرطت، يعني في الدبلوماسية وفي السياسة ليس هناك شيء لا رجعة فيه. يعني هناك واقع، ولكن أيضا هناك تفاوض، هناك يعني موازين قوى، هناك أشياء يمكن يعني أن نراهن عليها. الآن لماذا كل هذه الخطوات الروسية؟ هذه الخطوات الروسية، فلاديمير بوتين يرفع شعار أنه لا يريد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي كما قال. هو يقول نحن نشعر بأننا مهددين من طرف الحلف الأطلسي، وأن العلاقة بين الحلف الأطلسي وبعض الدول الجوار ومنهم أوكرانيا تشكل تهديدا أمنيا حيويا علينا. إذن يجب علينا أن نتفاهم مع هذا الحلف الأطلسي لمعرفة هل نحن يمكن أن نتعايش أم نهيئ الحرب. يعني فقط أذكر بجملة قالها فلاديمير بوتين وهي تلخص الهوس الروسي. جملة قالها في إحدى ندواته الصحفية، قال تصوروا أن غدا أوكرانيا تصبح عضوة في الحلف الأطلسي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها بإمكانها أن تفعل البند الخامس من ميثاق الحلف الأطلسي لمحاولة استعادة جزيرة القرم. وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بطريقة أوتوماتيكية تلقائية عفوية دخول حرب، وقوع حرب بين الحلف الأطلسي وروسيا. وهو يقول عندما يقوم بهذه الخطوات التصعيدية ويريد أن يتفادى مثل هذا السيناريو، هل الأمور كلها مسدودة؟ هل الآمال يعني فقدت نهائيا؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن باب الدبلوماسية لا زال مفتوحا. الاقتصاد يمكن أن يلعب دور، الاقتصاد سواء من جهة الروس الذين سيدفعون ثمنا غاليا جراء هذه العقوبات ولو أنهم لم يعترفوا بذلك، أيضا الاقتصاد من وجهة نظر الأوروبيين. لكن الروس أيضا يستفيدون اقتصاديا من ارتفاع أسعار الطاقة، من أكبر المستفيدين. نعم يستفيدون، لكن إذا ليس هناك أي سوق تشتري هذه الطاقة فهم سيخسرون. هناك من يقول بأن ربما قد تعوض السوق الأوروبية، الصين هي السوق الأوروبية، لكن لحد الساعة إذا توقفت عملية بيع الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، الخاسر الأكبر سيكون روسيا، والخاسر أيضا ستكون دول الاتحاد الأوروبي التي ستشهد يعني التهابا في الأسعار، ما يمكن أن يترجم أيضا بحركات اجتماعية احتجاجية داخل دول الاتحاد الأوروبي. فقط نذكر بأنه بسبب بعض السنتيمات في ثمن الغازوال مؤخرا، عشنا في فرنسا سنتين من السترات الصفراء، وعشنا في بعض الدول الأوروبية وصول اليمين المتطرف إلى سدة السلطة فيها. إذن ستكون هناك انعكاسات، ولأن هذا الأمر، هذه الواقعية السياسية والاقتصادية تفرض عدة تداعيات على الفرقاء، أنا أعتقد بأن في وقت من الأوقات ستعود الكلمة إلى الدبلوماسية وإلى التفاهمات. الآن يجب تصور هذه الأرضية الجديدة التي يمكن من خلالها أن نتوصل إلى تفاهم بين الأمريكيين والأوروبيين من جهة، وبين الروس من جهة أخرى، لتفادي ليس فقط الأزمة العالمية الاقتصادية، ولكن أيضا إمكانية انزلاقات أمنية ومواجهات عسكرية ساخنة بين الجانبين. طيب شكرا لك أستاذ مصطفى طوسة. عطفا على هذا الكلام أستاذ رمضان أوراغ،
هل تصعيد المواقف إلى هذا الحد يهيئ للسيناريو الأسوأ أم أنه يهيئ في العمق لطاولة مفاوضات بأوراق ضغط لدى كل طرف؟ أعيد السؤال لأن لم أسمع. هل تصعيد المواقف بهذا الشكل وإلى هذا الحد يهيئ للسيناريو الأسوأ أم أنه يهيئ لطاولة مفاوضات يمتلك فيها كل الأطراف أوراق ضغط متكافئة نسبيا؟ أنا أرجح أن هذا الحالة من التصعيد تهيئ للدخول إلى المفاوضات ولكل منه جعبته من وسلته إن شئتم من الاقتراحات ومن المطالب ومن العتاب ومن المشاريع. أظن أن هناك تراكم كبير من المادة الدسمة التي يجب فرزها من أجل إيجاد خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة. فإن نافذة الدبلوماسية تظل مفتوحة، ونعول على أن المساعي الأوروبية رغم كل ما حصل من فرض عقوبات وكذلك من لهجة تنديد سواء من الولايات المتحدة سواء من بروكسل تجاه روسيا الاتحادية، أنا أتوقع أن النافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة ويجب استغلال والاستثمار في هذا التوجه، لأن عدم الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية وتفعيل هذه المؤسسة فإن الخيار الأمني العسكري يصبح حتميا، لأن ليس هناك خيار آخر إلا الحل العسكري، وهذا سيكون له ثمن باهظ ليس فقط لروسيا ولكن لأوروبا، وأوكرانيا ستكون مثل الوقود، يعني هي ستدفع هذا الثمن بوجودها السيادي، ونحن نتفهم هذا في كييف، لأن التحرك للآلة العسكرية الروسية هذا سيقضي على أوكرانيا، يعني ستأتي أوكرانيا بين السندان والمطرقة، ولا أظن أن الأساسة في أوكرانيا انتحاريين إلى هذه الدرجة، هم كذلك مهتمين في تخفيض من درجة التوتر الأمني العسكري وكذلك الذهاب إلى الحل الدبلوماسي، لأن مستقبل أوكرانيا كذلك موجود في يد الدبلوماسيين، لأن عندما تتكلم المدافع فلا مجال آخر، فإن الجندي هو الذي سينهي هذه المعركة وليس الدبلوماسي. طيب شكرا لك أستاذ مصطفى طوسى، تابعت أنت التصريحات هذا الصباح لي فلاديمير بوتين، آخر تصريحاته في كل الأحوال التي قال فيها بأن موسكو تبقى مفتوحة للحلول الدبلوماسية، لكنه شدد على أن المصالح الحيوية لروسيا لا تفاوض فيها. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا يعني أن الرجل يستعمل ورقة الاعتراف بجمهورة في بمنطقة الدونباس، وهي يعني منطقة تاريخيا معروفة بأن سكانها يعني غالبيتهم يعني ناطقين باللغة الروسية، وهم ولهم علاقة عضوية وبنيوية بروسيا التي نعرفها حاليا، ولكن في الوقت نفسه يقول ويبعث برسائل بأنه مستعد للتفاوض، مستعد للحوار، مستعد لأن يكون هناك تفاهم جديد، تفاهم عالمي شامل جديد بينه وبين الولايات المتحدة والحلف الأطلسي. لكن محمد أنا فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة لم يتم التطرق لها، وهو النقطة الأولى، وهو أنه في عز هذه الأزمة وبينما يعني ناقوس الحرب يدق في الأزمة الأوكرانية، لاحظنا يعني بوادر إيجابية ومتفائلة في الملف النووي الإيراني. وعندما نعي تماما بأن الملف النووي الإيراني تلعب فيه روسيا دورا حاسما، يعني تتولد لدينا نوع من التناقض بين سخونة الملف الأوكراني وتفاؤل الأجواء التفاؤلية في الملف النووي الإيراني. النقطة الثانية التي مهمة أيضا يجب الإشارة إليها، وأنه في خضم تفعيل هذه العقوبات الاقتصادية على روسيا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبحث عن بدائل لتزويد أوروبا بالغاز أو السوق الأوروبية بالغاز. هذه المحاولات يمكن أن تكون لها تداعيات على وقائع الجيوغرافية السياسية المجاورة، سواء في شمال إفريقيا، في الشرق الأوسط أو في الخليج، وهذا شيء لا يجب يعني أن ننساه، لأن هناك أزمة روسية أوكرانية يمكن أن تغير من أين يمكن أن تأتي بالبدائل لأوروبا الولايات المتحدة الأمريكية؟
هي تقول بأنه إذا أردنا أن نفعل فعلا سلاح الغاز وسلاح حرمان روسيا من مداخل الغاز، علينا أن نبحث من الآن، لأن القضية ستأخذ عدة يعني أسابيع لم نقل أشهر، علينا حتى الآن أن نبحث عن بدائل للغاز الروسي لتزويد السوق الأوروبية. هذه البدائل ستكون لها تداعيات على المستوى الجيوسياسي في المنطقة، ويجب يعني أخذ بعين الاعتبار بأن ما يجري بين روسيا وأوكرانيا يمكن أيضا أن يغير بعض موازن القوى في بعض المناطق الأخرى، سواء تعلق الأمر في شمال إفريقيا، في الخليج أو في الشرق الأوسط. شكرا لك أستاذ مصطفى طوصة. ختاما دكتور رمضان أوراغ، حينما نتحدث عن هذه المساعي من أجل امتلاك كل طرف لأكبر ما يمكن من أوراق الضغط من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، ضيفنا من باريس قال بأن ما يجري الآن في الملف النووي الإيراني مع اعتبار ما تمتلكه روسيا من نفوذ في لنقل إيجاد حل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني يبرز أيضا لربما إشارات إيجابية إلى نوع من فك العقدة فيما يتصل بالأزمة الأوكرانية عن طريق الدبلوماسية. هل تتفق مع طبعا نعم أتفق طبعا، لأن الوسيلة الدبلوماسية وإيجاد حلول وطرق وكذلك ملفات أخرى مثل الملف الإيراني، هناك ملفات في إفريقيا، هناك الشرق الأوسط، هناك الملف السوري، هناك الكثير من الملفات الموازية التي ربما ستوظف من أجل المساومة ومن أجل إيجاد الحلول الناجعة، لأن روسيا لن تتراجع عن ما طلبته من الولايات المتحدة بخصوص أمنها القومي وبخصوص مستقبل العضوية بالنسبة لأوكرانيا. أصبحت هذه أمور ثابتة، انفاغيون، يعني لا كلام فيها. ولذلك ربما الاستثمار إن شئتم في الملفات الجانبية أو الموازية، فهي ليست أقل أهمية من الملف الأوكراني. ففي هذه الحالة فإن أنا أعول على الدبلوماسية أن تكون هي الصوت الأخير وما يعرف بالسطر الأخير في حل هذه الأزمة، وإلا فسنذهب إلى حرب وإلى حل أمني عسكري، وستكون العاقبة وخيمة يعني للأسف الشديد. هذا أوافق الضيف في هذا الطرح طبعا. شكرا جزيلا لكم دكتور رمضان أوراغ المحلل السياسي الخبير في الشؤون الروسية، حدثتنا من كييف. نشكر أيضا كثيرا الأستاذ مصطفى الطوصة الكاتب والمحلل السياسي من باريس على مشاركته معنا. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة والمزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.tv.com وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.